مركزيه بالوزاره المده ديال 45 سنه، تيكون عندي حكم صدر لي فائتي، تنسهر على تبليغه المحكوم عليه، تيدوزوا الاجل ديال الطعن، تمشي رئيس كتابه الضرب تنحصل على شهاده بعدم الطعن، تطلب رئيس كتابه الضرب فتح ميل تنفيذي من بعد ما اعطاني الصيغه التنفيذيه، تمشي نباشر اجراءات التنفيذ، المحكوم عليه يمنع عن يمانع ويرفض التنفيذ. تيحر عليه السيد المفوض القضائي محضر بامتناع عن التنفيذ، تندوزو معاه الاجراءات التنفيذ الجبري، تنحجزو له ما بين يديه من المنقول، ما لقينا شيء تندوزو الحجز المال العقار، تمشي تنطلب ونأدي الواجب ديال الخبره، ملي تيجي السيد الرئيس المحترم ولا قاضي التنفيذي عين ليا تاريخ ديال البيع بالمزاد العلني، تيجي هذا الشريف لا سمح الله وتيجي يطعن بالاستئناف، ولو انه عارف بان الطعن بالاستئناف راه خارج الاجل، وتيجي تيرفع دعوى ديال بطلان اجراءات التبليغ، وتيجي تيثير صعوبه في التنفيذ امام السيد رئيس المحكمه. ايوا سير انت الشريف قبط هذاك الحكم وسير ساند ما قالوا جدودنا الولا على العداله، لما تمشي للمحكمه راه ما تيمكن لك توصل لحقك حتى تيولي القدم جافي والقلب القدم حافي والقلب جافي وما غادي في هذه السرابه. إذن البطء في القضاء، مشاكل القضاء، العنصر البشري ليست مسؤولية الدولة لوحدها، ليست مسؤولية التشريع، والجهة القيمة على التشريع هي المسؤولة، ولكن تعددت الأسباب والمشكل الموت واحد.